بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الموضوع التاسع بعنوان المستهلك الأخضر. أولا، مفهوم المستهلك الأخضر وأهميته. هناك عدة تعريف للمستهلك الأخضر، نذكر منها ما يلي. في تعريف عام 1996 لروبرتس، هذا التعريف بيقول انه المستهلك الاخضر هو ذلك المستهلك الذي يقوم بشراء السلع والخدمات التي يدرك بان لها اثرا ايجابيا او لها اقل اثر سلبي على البيئة. تعريف اخر بيقول انه المستهلك الاخضر هو او سلوك المستهلك الاخضر هو عبارة عن السلوك الذي يقوم به المستهلك ويضع البيئة في اعتباره عندما يبحث عن المنتج ويقيمه ويقوم بشرائه ويستخدمه ويتخلص منه. لاحظ انه عندي عدة اسباب لدراسة سلوك المستهلك الاخضر. من هذه الأسباب الانتشار السريع للمنتجات الصديقة للبيئة، فانتقلت المنتجات الصديقة للبيئة من الأسواق الصغيرة إلى الأسواق الكبيرة. 2، ظهور كثير من المستهلكين الذين يفضلون التعامل مع الشركات التي تقدم منتجات صديقة للبيئة، مش بس كده، وعندهم رغبة في دفع أسعار مرتفعة بعض الشيء في سبيل الحصول على منتج آمن من الناحية الصحية وآمن على البيئة التي يعيشون فيها. 3، من أسباب دراسة سلوك المستهلك الأخضر انتشار الاهتمام البيئي لدى المستهلكين والوعي البيئي في مختلف التصنيفات الديموغرافية، سواء كان شباب سواء كان كبار ذكور إناث، فلم يعد الاهتمام البيئي قاصرا على مثلا فئة الذكور دون الإناث، بل أصبح موجودا داخل الفئتين، وهكذا بالنسبة لبقية التصنيفات الديموغرافية الأخرى. 4، زيادة إقبال المستهلكين على المنتجات معادة التدوير أو المنتجات القابلة لإعادة التدوير. 2، العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك الأخضر دي غير مطلوبة من حضرتك لسبب، لأنه إحنا أخذناها في العوامل المؤثرة في السلوك الشرائي أعتقد في الفصل يمكن الخامس أو السادس، فمش عايزين نكرر أنفسنا يعني. 3، مراحل اتخاذ قرار الشراء الأخضر. هنا مراحل اتخاذ قرار الشراء الأخضر هي بالضبط شبيهة أو زي مراحل اتخاذ القرار الشرائي بصفة عامة، ولكن هنا هيبقى البعد البيئي ظاهر في قرارات المستهلك الأخضر. فأول خطوة إدراك الحاجة، وده أمر طبيعي جدا إنه أول خطوات اتخاذ قرار الشراء أن تكون هناك حاجة، وكما نعلم أن الحاجة نقص في شيء ما يسبب للفرد حالة من التوتر والقلق، تنتهي هذه الحالة بإشباعها، تمام؟ وطبعا احنا عارفين هنا قد تأتي الحاجة نتيجة يعني مثيرات كثيرة. الحاجة قد تنبع من داخل الفرد نفسه وتظهر بوجوده في الحياة، ودي كثيرة ومتنوعة، وتترجم الحاجة إلى رغبة أو وسيلة معينة للإشباع، عادة تتمثل في استهلاك سلعة أو خدمة معينة. وطبعا من النظريات الهامة في الحاجات نظرية العالم مازلو، حقيقة قدم نموذج بهذا النموذج بيعطي فهما دقيقا حول كيفية توصيل النداءات والمعلومات البيئية بلغة سهلة يمكن فهمها
من قبل العملاء المحتملين حتى يستطيعون أن يعني يقومون بشراء المنتجات الصديقة للبيئة ويصبح سلوكهم واعي من الناحية البيئية كما يلي. تعال نشوف كده الحاجة. الحاجة الفسيولوجية، ودي طبعا بيقولوا عليها أساس البقاء، مأكل، مشرب، ملبس، مسكن، زواج. طيب إيه علاقة بقى هنا صداقة البيئة في الحاجات الفسيولوجية؟ خد بالك عندما يدرك المستهلك مثلا إنه هيدفع فاتورة كهرباء مرتفعة نتيجة وجود لمبات كهربائية تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، فرغبته هتتولد في القيام بالبحث عن الإيه بقى؟ البدائل الأخرى الموفرة للطاقة. طب اتجه إلى استهلاك بقى لمبة موفرة للطاقة، يبقى ده هنا سلوكه أصبح سلوك أخضر. عندما يدرك المستهلك أيضا خطورة المواد الكيماوية والهرمونات التي تدخل في زراعة الخضروات والفاكهة، هتتولد لديه رغبة لشراء الأغذية العضوية أو الأورجانيك فودز زي البيض واللحوم والأسماك والخضروات وغيرها. يبقى خلي بال حضرتك هنا إنه المستهلك الأخضر عندما يفكر في إشباع حاجاته الفسيولوجية أو الأساسية بيجعل البيئة نصب أعينه، يعني بيحاول ويسعى للحصول على السلعة أو الخدمة التي تفي بحاجته أو تشبه حاجته وفي نفس الوقت تكون إيجابية من حيث التأثير على البيئة. حاجات الأمان، الأمان عبارة عن إيه؟ الحاجة إلى النظام، الاستقرار، حماية النفس من الأخطار. طب خلي بالك بقى انعكاس الكلام ده على النواحي البيئية بقى، تزايد المشكلات البيئية وتفاقمها زي تسمم الغذاء والنفايات الكيماوية وتلوث الماء والهواء جعل الحاجة للأمان من أهم الأمور التي تشغل فكر المستهلكين. طب ده هيعمل إيه بقى؟ هيؤدي إلى زيادة إقبالهم على المنتجات الصديقة للبيئة التي توفر لهم ميزة الأمان زي الأغذية العضوية. الحاجات الاجتماعية، الحاجة إلى الحب والانتماء والتواصل مع الآخرين والقبول الاجتماعي والصداقات. طيب خلي بال حضرتك بقى اهتمامك بالأثار المحتملة لأضرار المنتجات على من نحبهم وعلى أصدقائنا ده بيترجم إلى حاجات اجتماعية. إنه حضرتك لما الحاجة الاجتماعية عندك بتطغى على تفكيرك أنت تفكر في تصرفاتك، أثر تصرفاتك على الآخرين. هل معقولة ممكن أنا أقبل على استهلاك سلعة ممكن تسبب ضرر إلى أشخاص أنا بحبهم؟ 4. الحاجة إلى التقدير. هو حضرتك لما تشتري منتج صديق للبيئة ده بيعتبر حالة شخصية تفي بالحاجة إلى التقدير، بتحس بأنك ليك كيان، بأنه لك قيمة في المجتمع، أنك عامل إضافة في المجتمع. إثبات الذات أيضا اعتقاد المستهلك بأن السلوك بتاعه يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على البيئة، وبالتالي عنده قناعة داخلية أو بنقول عليه يعني زي ما بيقولوا كده سيلف كنترول أو رقابة ذاتية أو اعتقاد داخلي بأنه يستطيع أن يساهم في الحفاظ على سلامة الكوكب والموارد الطبيعية للأجيال الحالية والقادمة. إذن المستهلك الأخضر عندما يفكر في إشباع حاجاته اللي تحدث عنها إبراهام مازلو يبقى بيضع أيضا البيئة في حساباته. هو ده الفارق ما بين المستهلك الأخضر والمستهلك العادي. خلاص كده؟ المرحلة رقم 2 البحث عن المعلومات. وخلي بال حضرتك بقى هنا بعد إدراك الحاجة في المرحلة رقم 1 يستشعر المستهلك انه بحاجة الى منتج معين، هيبدأ في مرحلة البحث عن المعلومات التي تساعده في تنفيذ عملية الشراء. اتضح من البحث الذي قامت به احدى الشركات اللي هي بروكتل وجامبل
أن المستهلكين يرغبون في معرفة المزيد من المعلومات البيئية بقدر يفوق ما هو موجود على عبوات هذه المنتجات، أو بقدر يفوق ما يأتي من وسائل الإعلان المختلفة. طبعا في مصادر كثيرة يستطيع أن يعتمد عليها المستهلك في الحصول على المعلومات، المنظمات أو الشركات المنتجة نفسها، وسائل الإعلام المختلفة سواء كانت وسائل إعلان أو إعلان مرئية أو مسموعة أو مقروءة، الجمعيات الأهلية المهتمة بقضايا البيئة. المرحلة رقم 3 تقييم البدائل، وهنا يقوم المستهلك الأخطر بدراسة عدة بدائل حتى يكون سلوكه سلوكا صديق للبيئة. قد يمتنع عن الشراء ويؤجل الشراء ويعتمد على السلع الموجودة لديه حتى يستطيع أن يوفر في الموارد، أو يتجه إلى الاستعارة أو الاستئجار كما في حالة الكتب أو السيارات، أو يقوم بشراء المنتجات المستعملة بدلا من شراء المنتجات الجديدة، أو يتجه إلى منتجات بديلة تقدم أداء طيبا وفي نفس الوقت يكون لها أثرا طيبا أو أثرا إيجابيا على البيئة، أو يميل إلى شراء الأصناف المعمرة اللي هي بتستمر فترة طويلة لديه حتى لا يتخلص من مخلفاتها بشكل سريع. على رجال التسويق الأخضر بقى الاهتمام بتصميم استراتيجيات التسويق الفعالة، خاصة استراتيجية الترويج، حتى يمكن حث المستهلكين على استخدام المعايير البيئية عند تقييم المنتجات. يعني مش بس فقط المستهلك وهو بيبحث عن المنتج يعني يدور على مصلحته الذاتية أو الشخصية، لا، بجانب هذه المصلحة لابد أن تضع البعد البيئي عند تقييمك للمنتجات أو البدائل المختلفة. في بعد كده قرار الشراء، يمكن الشريحة دي سابقة دي، لكن معلش قرار الشراء بعد ما حددت وقيمت البدائل حضرتك بتبتدي بقى تقرر الشراء. وفي قرار الشراء أنت تحدد المكان، أشتري منين، ما هو منفذ البيع، أو طب وقت الشراء، أشتري النهاردة ولا بكرة ولا الشهر اللي جاي ولا الشهر اللي بعده، طب الكمية اللي أنا هشتريها. يبقى دي قرارات فرعية مرتبطة بعملية الشراء. فعندما يقوم المستهلك بتنفيذ قرار الشراء بيحدد بقى زي ما قلنا وقت الشراء، مكان الشراء، كمية الشراء، المواصفات أو الخصائص اللي هو محتاجها إلى آخره. دي بيسموها القرارات الفرعية. خمسة، سلوك ما بعد الشراء. إن المستهلك الأخضر الخطوة خمسة رقم خمسة بعد ما قام بعملية الاستهلاك بقى هنا بيقول لي يتصرف المستهلك بعد شرائه للمنتج بطريقة تختلف عن غيره، زي بيغير طريقة استخدام المنتج، تغيير طريقة الاستخدام، إعادة استخدام المنتجات كما لو كان عند حضرتك منتجات استهلاكية ذات عبوات زجاجية أو عبوات بلاستيكية، ممكن إنه حضرتك بدلا من التخلص منها بتستخدمها في أغراض منزلية. التخلص من المنتج بطريقة آمنة في الأماكن المخصصة للتخلص منه، مش حضرتك بترمي كده المخلفات في أي مكان. إعادة تدوير عبوات المنتجات، دي كلها بنقول عليها سلوك ما بعد الشراء، إن المستهلك الأخضر بيبقى حريص إنه يتخلص من العبوة أو الغلاف أو مخلفات المنتج بعد عملية الاستهلاك بطريقة آمنة من الناحية البيئية، أو يعيد استخدام هذه العبوات في أغراض أخرى
او يقوم بارجاع، مثلا كما لو عند حضرتك بطارية للسيارة، فبدلا من انه حضرتك يعني تتخلص منها بطريقة غير سليمة، بترجعها الى مركز الصيانة وتحصل على اخرى وتقوم بدفع الفارق السعري. عند مثلا ثلاجة وبدأت تتلف فارجعها الى الشركة، يبقى هنا بغير طريقة التعامل مع المنتج. في بعض الاحيان يشعر المستهلك الاخضر بعدم الارتياح لقرار الشراء اللي هو اتخذه. ليه؟ لان المنتج فشل في تحقيق الاشباع المتوقع. مهم جدا ان يتجنب المستهلك الشعور بعدم الارتياح، لانه دي من التحديات التي تواجه رجل التسويق الاخضر، ان يشعر العميل بان قراره صواب. ليه بقى؟ خلي بالك ان المنتج اللي هيفشل في تلبية الحاجات والتوقعات الاساسية للمستهلكين، مهما كان درجة تميزه في الاداء البيئي، فلن ينجح في السوق. يعني ده يديك انطباع بايه بقى؟ انه على رجال التسويق مالهم ان هم يحاولوا بقدر المستطاع ان تقوم السلعة بتأدية المنافع الاساسية والتوقعات الاساسية، بالاضافة الى ايه بقى؟ الى التفوق او التميز البيئي، لان برضو المستهلك في الاخر هو بيشتري السلع عشان يتحصل على منفعة اساسية، ثم تأتي البيئة بعد ذلك. يعني مش ممكن ان انا هروح اجيب سلعة يعني ادائها البيئي بيسبق ادائها الاساسي، لا، لازم السلعة تؤدي المنافع الاساسية بلس انه هي تكون من الناحية البيئية متوافقة. رابعا، اسس تجزئة سوق المستهلك الاخير. الحقيقة عندي بقى مجموعة اسس لتجزئة سوق المستهلك الاخير. احنا عارفين تجزئة السوق معناها انه حضرتك تقسم السوق الى مجموعة من القطاعات، وتبدأ تخلي كل قطاع بمثابة سوق مختلف عن القطاع الاخر، تصمم له عناصر مزيج تسويقي مختلفة عن بقية القطاعات. من أسس التجزئة، وإحنا تحدثنا يمكن عن هذا الموضوع في الفصل رقم 3، الأساس الجغرافي. وده منطقه إن المستهلكين الذين يعيشون في المناطق الحضرية كانوا أكثر اهتماما بالقضايا البيئية عن غيرهم من السكان الذين كانوا يعيشون في المناطق الريفية. ده اسمه الأساس الجغرافي، إنه أنت الحضر قد يكون، او الدراسات بتقول يعني، اكثر اهتماما بقضايا البيئة عن قاطني او المستهلكين الذين يعيشون في المناطق الريفية. اساس سيكوغرافي، النمط الحياة. بعض الدراسات توصلت الى ان المستهلك الاخضر بيعتبر نفسه قائدا للرأي. يعني ايه؟ ويهتم بالمنتجات الجديدة وتبادل المعلومات الخاصة بالمنتجات، ويفضل اعلانات المجلات اكثر من التلفزيون، ويهتم باسعار المنتجات، ويتشكك في الادعاءات التسويقية البيئية. ويعتبر هذا الوصف غاية الأهمية لرجال التسويق. ليه؟ لأنه بيفيدهم من تصميم استراتيجية التسويق الأخضر المناسبة. يبقى ده من حيث نمط الحياة. فالتصوير السيكوغرافي من حيث نمط الحياة للمستهلك الأخضر أنه شخص قائد للرأي، يؤثر يعني، ويهتم بالجديد، ويتبادل المعلومات الخاصة بالمنتجات، ويفضل إعلانات المجلات أكثر من اعلانات التلفزيون، ويهتم بالاسعار، ويتشكك في الادعاءات. يعني انك تقول له المنتج ده نسبة خضاره مثلا 70% 80%، يحافظ على البيئة، ده المنتج ده معرفش، بيتشكك في النقطة دي. فدي محتاجة هنا يعني دراسة من قبل رجال التسويق علشان يقللوا من مسألة تشكك العميل في الادعاءات التسويقية. ايضا من الاساس السيكوغرافي الشخصية، personality. كلما كان لدى الفرد اعتقاد انه قادر على التأثير الايجابي في مشكلات البيئة التي تواجهه، كلما كان اكثر استجابة للسلوكيات الواعية بايه. كل ما حضرتك كنت جزء من المشكلة فانت جزء من الحل. فاعلية الادراك، كل ما المستهلك يبقى عنده فاعلية او عنده ادراك ذاتي بأنه يستطيع أن يغير ويستطيع أن يكون له دور مؤكد، هنا يبقى أكثر استجابة للسلوكيات الواعية بإيه.
ايضا من ضمن متغيرات الاساس السيكوغرافي الاهتمام البيئي، والاهتمام البيئي بيشير الى اتجاه الفرد. اتجاهك ايه بقى من ناحية البيئة؟ توصلت الدراسات الحديثة الى انه يمكن استخدام الاهتمام البيئي كاساس لتجزئة سوق المستهلك الايه الاخضر. ليه؟ في علاقة ارتباط جوهرية بين الاهتمام بالبيئة وبين السلوك الاخضر والمتمثل في شراء المنتجات الصديقة للبيئة. بمعنى اخر انه كل ما كان الفرد لديه اهتماما مرتفعا بقضايا البيئة، كلما اتجه الى شراء المنتجات الصديقة للبيئة مقارنة بغيره اللي عنده اهتمام ضعيف او متوسط بقضايا البيئة. ويمكن الاستفادة من هذا الاساس في تجزئة سوق المستهلك. ايضا من ضمن المتغيرات المرتبطة بالاساس السيكوغرافي المعرفة البيئية. طبعا هنا في عدة باحثين قاموا بمحاولات لتفسير الاختلاف في سلوك شراء المنتجات الصديقة للبيئة بدلالة المعرفة البيئية، انطلاقا من النظرية القائلة بأن المستهلكين اللي عندهم معرفة عن المشاكل البيئية هيبقى عندهم حافز لأداء السلوكيات الواعية بيئيا، ويعتبر ذلك أمرا منطقيا. أحد العلماء الصينيين كامر 2012 توصل إلى أن هناك علاقة ارتباط إيجابية وجوهرية بين المعرفة البيئية للمستهلك وبين الاتجاه إلى شراء المنتجات المستدامة بيئيا. ثلاثة الأساس السلوكي في تجزئة سوق المستهلك الأخضر. وعندي هنا تشان أو أحد العلماء الصينيين في عام 2000 قسم أو جزأ السوق الأخضر في الصين إلى 4 مجموعات. أول حاجة مجموعة الخضر الحقيقيين. طب نسبتهم في المجتمع الصيني كام؟ 18% من عدد السكان. مميزاتهم إيه؟ عندهم اتجاهات بيئية مرتفعة، يتأثرون بقضايا البيئة، يقبلون على المنتجات الصديقة للبيئة، وعندهم ميول عدوانية نحو استخدام الطاقة النووية، الملوثات يعني، ضد استخدام الملوثات. المجموعة الثانية البراعم، نسبتهم في المجتمع الصيني كام؟ 23%. عندهم اتجاهات واهتمامات بيئية عامة، بس خلي بالك أقل من الخضر الحقيقيين، لكن احتمال مرتفع، احتمال مرتفع أن يتحولون إلى خضر حقيقيين. المجموعة الثالثة المتفرجون البيئيون، ودول نسبتهم في المجتمع الصيني 34%. الحقيقة المجموعة دي غير فعالة تجاه قضايا البيئة، ولديهم قدر قليل من المعرفة البيئية. آخر مجموعة اللامبالون، ودول 25%، وطبعا نادرا ما يقومون بأي سلوك صديق للبيئة لأنهم غير واعين من الناحية البيئية. في بعد كده 4 الأساس الديموغرافي في تجزئة السوق الأخضر. وده الحقيقة أول نوع أو أول متغير في الأساس الديموغرافي، النوع أو الجنس، ذكور وإناث. طب الدراسات قالت إيه؟ توصلت الدراسات لأنه المستهلك الأخضر ينتمي إلى فئة الإناث أكثر من فئة الذكور. بمعنى آخر إنه الإناث أكثر اهتماما بالقضايا البيئية مقارنة بالذكور. طب من حيث السن، المستهلك الأخضر فرد يقع في فئة عمرية ما بين 30 إلى أقل من 39 عام. للأبحاث يعني والدراسات، لو عدت هذه الأبحاث والدراسات قد تتغير هذه النتائج. بمعنى آخر إنه المستهلك الأخضر ينتمي إلى فئة الشباب أو في مقتبل العمر. طب الدخل، الدراسات أيضا قالت إنه هناك علاقة ارتباط طردية وجوهرية بين مستوى الدخل وبين السلوك الأخضر. بمعنى آخر إن المستهلك الأخضر ينتمي إلى فئة الدخل المرتفع. التعليم، كلما ارتفع مستوى التعليم كلما زاد احتمال قيام الفرد بالسلوك الواعي بيئيا، لأنه عارف الآثار والأضرار المترتبة على استهلاك منتجات غير صديقة للبيئة. تقييم أسس تجزئة سوق المستهلك الأخضر. أول حاجة حجم القطاع. يؤكد أحد العلماء على أن حجم السوق الخاص بالمنتجات الصديقة للبيئة سوف يزداد
وهينمو بمعدلات كبيرة خلال السنوات القادمة إذا استطاعت المنظمات أن تدير بشكل مناسب وتتعامل معه كمصدر لتحقيق ذلك. يبقى القطاع هنا هيبقى واعد إنه هتيجي فترة من الفترات الناس هتهتم اهتمام بالغ بالبيئة وبالمنتجات الصديقة للبيئة. إمكانية الوصول للقطاع، إنه حجم سوق المنتجات الصديقة للبيئة سوف ينمو بمعدلات كبيرة خلال السنوات القادمة إذا استطاعت المنظمات أن تديره بشكل مناسب وتتعامل معه كمصدر للربحية. سهولة التعرف على القطاع، يجب أن تستخدم المنظمات أسس التجزئة التي تمكنها من التمييز بين قطاعات السوق المستهدف بسهولة ويسر. وهنا نجد إيه بقى حضرتك؟ إنه الأساس الديموغرافي هو الشائع في تجزئة سوق المستهلك الأكثر، لأنه الخصائص الديموغرافية لهذا المستهلك بتقول إنه من فئة الشباب، دخل مرتفع، تعليم جامعي، ومن فئة الإناث، ويعيش في المناطق العامة. تصوير دقيق للمستهلك الأخضر. فمهم جدا إنه أسس التجزئة اللي حضرتك هتتبعها في تقسيم سوق المستهلك الأخير، المستهلك الأخضر آسف، تبقى سهلة وتعرفك على القطاع. الفاعلية الاستراتيجية والتشغيلية، بقول رغم أن الأساس الديموغرافي في تجزئة سوق المستهلك الأخضر يتميز بسهولة الاستخدام مقارنة بالأساس السيكوغرافي، لكن الأساس السيكوغرافي بيقدم وصفا دقيقا وبالتالي هو أكثر فائدة لرجال التسويق من ناحية تخطيط الفور بيز. وأكد بعض العلماء على ذلك لأنه توصل إلى إيه؟ إلى أن العوامل الديموغرافية لم تتمكن من تفسير إلا كام في المية بقى من التغير في سلوك المستهلك الأخضر أو الواعي بيئيا، 6%. ولما أدمجت معها العوامل السيكولوجية زادت نسبة التفسير إلى كام؟ إلى 45%. ثبات القطاع، نحن في حاجة لإجراء دراسات إضافية عن علاقة العوامل السيكوغرافية بسلوك المستهلك الأخضر بهدف التوصل إلى صورة ثابتة يمكن الاعتماد عليها بالنسبة لهذا أو لهذه العوامل.